داخل محطة العباسية تفقد معالي وزير النقل دكتور إبراهيم الدميري أعمال المرحلة الثانية من الخط الثالث للمترو تمهيدا لافتتاحها للجمهور في شهر إبريل المقبل، حيث تمتد المحطات من محطة العباسية وحتى محطة الأهرام في مصر الجديدة. إنجاز هايل، عمليه تشطيبات وتلميع وتوضيب عشان بس الناس تحس بقى ان خلاص ما فيش تراب او ما فيش اي اشغالات. طب احنا عايزين طبعا الناس من ناحيه السلالم المتحركه خاصه بالنسبه لكبار السن. يا باشا احنا طالعين اهو دلوقتي على سلالم متحركه، وكل المحطات على فكره ما عندهاش سلالم متحركه بس ده فيها سلالم متحركه ومصاعد كهربائيه. ايوه يعني عشان برضو المعاقين اللي عندهم بيتحركوا على كراسي يجدوا المصاعد الكهربائيه تقدر توصلهم الى ارصفه القطارات. يعني ما فيش اي مشاكل؟ لا لا لا، كل هذه حضرتك حكيت ان مفيش في التمويل، مفيش فاكتورز او عامل من العوامل الدقيقه اللي الواحد عاوز يدور عليها الا واخذناها في الاعتبار الحمد لله. يعني ها شوف مترو الانفاق بينفذ هنا في مصر على اعلى المستويات العالميه، واحنا لما بنعمل حاجه بيجي خبراء من الخارج يتاكدوا ان هي نفذت طبقا للمواصفات العالميه والدوليه. الشهاده دي بتخلينا نايمين واحنا مستريحين، غير الشهاده دي ما بنقدرش نشغل خط واحد وما نقدرش ننام فالحمد لله رب العالمين، يعني الواحد اطمئن. والشيء الجميل كمان ان القطارات اللي انتم شفتوها وركبناها النهارده قطارات من انتاج ايدي مصريه 100% مصنوعه في مصانع سيماف المصريه ومكيفه على اعلى درجه وكفاءه. مش كده ولا لا؟ ولا انت عندك ملاحظات؟ كلنا واحنا بس نلعب نريح ان شاء الله. احنا متشكرين جدا، كل سنه طيبين ونشوفكم بقى في الافتتاح ان شاء الله بعد 4 أسابيع ان شاء الله. ايه رايك في المحطات الجديده اللي هتتفتح في الخط الثالث؟ جميله وحلوه ومفيده للشعب كله، لان اصلا احنا محتاجين حاجه تسرع لنا وقتنا، لان طبعا المواصلات طبعا صعبه والمرور مش كويس، حاجات احنا محتاجين اللي احنا حاجه تسعف في الناس اللي بتشتغل دي. النهارده وزير النقل كان بيتفقد اعمال المرحله الثانيه اللي هي من بتمتد من محطه العباسيه حتى محطه الاهرام في مصر الجديده. بالنسبه لك الخمس محطات اللي هيتفتحوا دول ليهم أهمية بالنسبة لك؟ أيوة فندم، ليهم أهمية وبيوفر في الوقت وحاجة نظيفة جدا والتكييف ممتاز وأنظف، يعني أنظف من المرحلتين الأولين. بالنسبة للخط الثالث، إيه رأيك في المحطات الجديدة النهاردة اللي هتتفتح في شهر إبريل اللي جاي؟ والله كلها حاجات كويسة، يعني المحطات كويسة حتة التكييفات وبتاع، بس يا ريت بس يبصوا بقى فوق المترو بتاع الخط الثاني، يعني الموضوع البياعين يا ريت ما برضه ما يوصلش الموضوع للمرحله اللي هنا دي، والصيانه طبعا ما فيش لا فوق مراوح ولا تكييفات، اما هنا ربنا يكرم يعني الموضوع بيسر الشغل وبتاع احسن من المواصلات بره. تقدر تستغنى في اي يوم عن المترو وانت رايح الشغل؟ اساسي بالنسبه لنا زي الاكل والشرب كده بصراحه.